مساء الخير واهلا وسهلا فيك. مساء النور. رح نقول جورج ارم. لا طبعا اهلا، ما في مشكله. جورج ارم شو انت شو شفت جوات وزارة المال عن الفترة السابقة؟ لا شفت فوضى ما الى اول ما الى اخر. مثلا على سطح الوزارة لقينا وراء مرمية والشتاء وقعت عليها. مع انه انا لست من انصار الدخول ببرامج مع صندوق النقد الدولي، انما الفوضى النقدية والمالية التي يتخبط فيها لبنان منذ سنين، وهو يعني هو من صنع المصرف المركزي اللبناني بحد ذاته. الرئيس رفيق الحريري كان مقتنع انه الدول الغربية ما راح تتخلى عنه، راح تكمل تساعده. لا هو في توظيف للدين حتى انت تبرر وتعطي شرعية للنزاع اللي بتقوم فيه لأغراض دنيوية.